مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. إن حياتي وحياتك مثل قصة إن طالت أو انقصرت، مع فلسطيني المرنم الحلو منير حبيب. دي قصة حياتي ضامنها في إيديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في إيديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، ضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت كما هو موجود أمام حضراتكم على الشاشة www.livestorytv.com، أو بيتصلوا بنا تليفونيا أو برسائل SMS، أو بيتلاقوا معنا عن طريق السكايب أو الفيسبوك. بكل الطرق بيهمنا جدا أحبائي المشاهدين نسمع آرائكم وتعليقاتكم علشان نطور البرنامج يكون لمجد الله في حياتنا. قصتنا النهاردة قصة رائعة جميلة بعنوان صفحة الوفيات. هتقول لي هي ليه القصة كده كئيبة من البداية؟ بالعكس، هي عنوانها صفحة الوفيات لكنها قصة سعيدة جدا. قصتنا النهاردة بتحكي عن آخر أيام في حياة رجل الله مودي. مودي رجل الله واحد من أعظم الوعاظ في العصر الحديث. اسمه الأساسي دوايت ليمان مودي، ولد في يوم 5 فبراير سنة 1837، وسافر إلى السماء يوم 22/12 سنة 1899. مودي خادم عظيم جدا، أنا شخصيا كم تأثرت من حياته، وما فيش مرة قريت عنه إلا وتأثرت لما زرت مودي تشيرش في شيكاغو، وبالجريهم ميوزيوم اللي برضو في شيكاغو اللي بيعرض كتاب مودي وآخر وعظات مودي مسجلة. كم تأثرت أمام هذا الرجل العظيم، يعني حسيت أنه فعلا امتداد لعصر الرسل. مودي خدم الرب بأمانة سنين طويلة، لكن آخر خدمة خدمها في حياته خدم الرب في تكساس سيتي، مدينة تكساس الأمريكية، وكان عنده شغف غير عادي في آخر وعظاته لربح النفوس أيضا في تكساس. قال للطلاب في مدرسة مودي قبل ما يروح تكساس، قال أنا مشتاق إلى ربح نفوس في تكساس أكثر من اشتياقي لربح النفوس في أي وقت مضى. آخر وعظة وعظها كانت يوم 21 نوفمبر سنة 1899. كان بيوعظ من الجزء الرائع من مثل العشاء العظيم اللي قاله الرب يسوع في إنجيل لوقا أو أصحاح 14، وكان بيقول إن حياة الإنسان عبارة عن حياة فرح وليست جنازة. بالحرف دي آخر عظاته. وكان بيتكلم عن الثلاثة اللي اعتذروا، واحد اللي قال أنا اشتريت حقل، والتاني اللي أسألك أن تعفيني، والتاني اللي قال اشتريت 10 أزواج بقر، والتالت اللي قال اتجوزت بامرأة. رجع بعدها إلى بيته وظل حوالي شهر في بيته، بعدها فارق الحياة. لكن عايز نقول لك آخر يوم في حياة مودي حصل حاجتين مهمين جدا. حاجة الأولى أنه كل قرايبه والناس المؤمنين اللي موجودين حواليه قال لهم كلام يبدو يعني زي نبوة عجيبة. قال لهم غدا ستقرؤون اسمي في صفحة الوفيات، سيقولون في الجرائد إن مودي مات. لا تصدقوهم، سأكون في هذا الوقت غدا أكثر حياة وتمتع بالحياة مع المسيح أكثر من أي وقت مضى. وقال كمان لابنه أنا فرحان أني خدمتي انتهت، كنت أحب أربح نفوس أكثر، لكن لما الرب دعاني دلوقتي أنا سعيد جدا بالذهاب للرب. قبل ما يرقد بساعات استيقظ من النوم وقال لابنه الأرض تنحصر وتخبو. بالحرف بنقول لك الكلام اللي قاله واللي ذكره ابنه. قال له
الأرض تخبو وتنحصر من أمامي، السماء مفتوحة قدامي. ابنه قال له يا بابا أنت بتحلم؟ فرد عليه قال له إن لست أحلم يا ابني، إنها الحقيقة الجميلة الرائعة، إنها مثل رحلة حلوة جميلة، فإن كان هو الموت فما أجمله وأحلاه، يكفيني بقاء في الوادي هنا، إن الرب يدعوني يجب أن أذهب إليه. ثم غادر إلى السماء. هل تصدق؟ هل تصدق أنه هو مسافر شايف السماء قدامه؟ أوعوا تصدقوا أن أنا مت، قال مودي، سأكون أكثر حياة. ما أروع حياة المؤمن الحقيقي، وما أجمل أيضا لحظات نهايته من هذه الأرض وذهابه إلى السماء. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، سأستكمل مع قصة صفحة الوفيات بعد أن نستمتع ونفرح معا بهذه الترنيمة الحلوة مع مرنمنا الحلو منير حبيب. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة. هيا كلنا بالفرح، ولماذا الاكتئاب؟ برهة ويأتي ربي، سنلقاه في السحاب. سوف يأتي في بهاء لاختطاف المؤمنين، لاختطاف المؤمنين. ندخل إلى السماء نلبس التاج الثمين، نلبس التاج الثمين. عن قريب نلاقيه ويخطفنا لسماء. نترك الهموم حالا ومتاعي بل حياة. سوف يأتي في بهاء لاختطاف المؤمنين، لاختطاف المؤمنين. ندخل إلى السماء نلبس التاج الثمين، نلبس التاج الثمين. إنه يوم عظيم، أنظر الفادي الحبيب. من دافع ديني مهانا وارتضى حمل الصليب، سوف يأتي في بهاء لاختطاف المؤمنين، لاختطاف المؤمنين. ندخل إلى السماء نلبس التاج الثمين، نلبس التاج الثمين. أشتهي يا رب دوما أن أكون قربك، فحياتي لك أهدي والقلب سلمتك. سوف يأتي في بهاء لاختطاف المؤمنين، لاختطاف المؤمنين. ندخل إلى السماء نلبس التاج الثمين، نلبس التاج الثمين. السحاب، هكذا شد لنا مرنمنا الحلو منير حبيب هذه الترنيمة. أحبائي المشاهدين، قصتنا النهاردة بعنوان صفحة الوفيات بتحكي عن آخر أيام رجل عظيم، رجل عظيم خدم الرب بأمانة، ويقال إنه وصل إلى 80 مليون شخص تحدث معهم عن المسيح في عظات مختلفة. طبعا خلي بالك ما كانش وقتها في تلفزيون، ويقال إنه ربح حوالي 2 مليون بني آدم للرب يسوع المسيح. أرقام رهيبة. لكن في نهاية حياته قال لهم غدا ستقرؤون اسمي في صفحة الوفيات. وهو بيخدم في تكساس قبلها بشهر كان قلبه بينبض وكان ممكن يقع، كان بيدوخ، فكان ماسك الأرجن بتاع الكنيسة وبيوعظ بكل قوة، جسمه ضعيف لكن قوته شديدة. وأيضا ليلة وفاته قال لهم غدا ستقرؤون اسمي في صفحة الوفيات لا تصدقوا، ستقول الجرائد إن مودي مات. اوعى تصدقوهم،
هكون أكثر حياة من أي وقت مضى. وقال لي ابنه قبل ما يرقد بلحظات: أنا شايف السماء مفتوحة والرب بيدعوني والأرض تنحصر من أمامي. ولما قال له: أنت بتحلم يا بابا؟ قال له: لا، أنا بقول الحقيقة، إن كان هذا هو الموت فما أحلاه. شيء جميل. الله يذكرنا هذا يا أحبائي بقديسين عظماء في الكتاب، برضو نهاية حياتهم شافوا السماء مفتوحة. مثلا سمعان الشيخ اللي شال الرب يسوع على ايديه والمسيح طفل، قال لله: الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام. وماذا أقول عن الرسول بولس اللي لما جه وقت نهاية حياته على الأرض قال إني محصور، فيليبي 1:21-23، أنا محصور بين الاثنين، من جهة لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا لي، الحياة هي المسيح والموت هو ربح. وإذا بقيت هنا على الأرض، أنا موجود هنا على الأرض علشان خاطر أبقى من أجلكم. أيضا القديس استفانوس وهو بيموت، هو بيرقد شاف المسيح، مش بس شاف السماء. هقرأ لك: فقال: أنا أنظر السماوات مفتوحة. سفر الأعمال وصح 7:56: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة، خرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجليه، شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. عزيزي المشاهد، الحياة مع المسيح هنا حلوة، وخدمة الرب يسوع هنا على الأرض حلوة، حتى لحظات رقاد المؤمن حلوة. المسيح الحقيقي لا ينتظر الموت، يعني ما يقولش هموت، لا، مكتوب: لا نريد، كورنثوس الثانية 5، لا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها. لو جه الرب يسوع دلوقتي يتم الاختطاف والمؤمن الحقيقي ما يموتش، يتغير وياخد جسد ممجد ويوصل السماء. لكن حتى إن رقد المؤمن فرقاده حلو، مكتوب: الراقدون بيسوع. الأصل بتاع الكلمة زي أم بتنيم ابنها. الرب يسوع في أحضان المسيح ياخد المؤمن الحقيقي. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، الآن وأنا بكلمك، معلش يعني هسألك سؤال، بعد عمران طويل ربنا يديك طولة العمر كمان 120 سنة على سنك، أنت سنك 30-15 أنا معرفوش، أيا كان سنك ضيف عليه 120، ضيف عليه 200، وبعد عمران طويل إذا انتهت حياتك عندك سلام تجاه الأبدية. الناس دول زي مودي واستفانوس والرسول بولس كان عندهم سلام تجاه الأبدية، لأن الكتاب يقول الصديق واثق عند موته. إن ما كانش عندك سلام ما تأجلش دلوقتي وانت بتسمعني، قول له: يا رب أنا عايز سلامك الإلهي يغمرني، فإن عشنا للرب نعيش وإن متنا للرب نموت، إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. أتركك دائما في حياة سعيدة مع الرب إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج: عن قريب نلاقيه ويخطفنا لسماء، نترك الهموم حالا ومتاعي بالحياة، سوف يأتي في بهاء لاختطاف المؤمنين، لاختطاف المؤمنين. الحياة مع المسيح هنا حلوة، وخدمة الرب يسوع هنا على الأرض حلوة، حتى لحظات رقاد المؤمن حلوة. المسيح الحقيقي لا ينتظر الموت، وبعد عمران طويل إذا انتهت حياتك عندك سلام تجاه الأبدية. يوم عظيم أنظر الفادي الحبيب، من دافع ديني مهانا وارتضى حمل الصليب.